مساء الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا سعيدة ان انا موجودة على منصة وتلفزيون مؤسسة دار الهلال العريقة. احنا النهاردة بنعمل ايه؟ يمكن الزملاء طبعا كلهم من الحضور عارفين احنا كعادتنا في مجلة حواء دائما بنعني بالمشاركة المجتمعية. المشاركة المجتمعية سواء من خلال الحملات، الندوات، الصالون اساسا الشهر. فالنهاردة احنا قررنا ان احنا نحتفل بعيد تحرير سيناء برسالة اتعلمناها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي شكرا جزيلا لأمهات شهدائنا وزوجات شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية. زي ما اعتدنا وتعلمنا من سيادة الرئيس ان احنا نقول لهم احنا دايما في ظهركم، احنا فاكرين تضحياتكم، احنا ما نسيناش اي حاجة من اللي انتوا عملتوها، ودائما سنظل في ظهركم. اعتبرونا اولادكم واخواتكم من العائلة السنة عندكم. الرسالة الثانية اللي احنا حابين نوصلها النهاردة، المرأة المصرية زي ما وقفت دائما في ظهر الوطن، في ظهر سيادة الرئيس، في كافة المحافل، إن شاء الله المرحلة الجديدة مع بدء تولي سيادة الرئيس طبعا وبدء الولاية الجديدة هنكمل مشوارنا، هنكمل وقفنا في ظهر بلدنا، مش هنتنازل أبدا عن في أي مكان وفي أي موضع البلد عايزانا أصلا فيه. ودوت طبعا بالتعاون مع الرجل المصري، بالتعاون مع الأسرة المصرية، كلنا واحد. كل سنة ومصر بخير، ويا رب إن شاء الله اللي جاي أحسن. شكرا يا أستاذ.